ألف مبروك للمغرب على البرونزية، وأداء قوي، أداء ممتع، أداء حصلت أهداف كبيرة، وأمام خصم يعتبر غريم في الكرة الأفريقية بحصة 6-0، حصة كبيرة جدا. ولكن دي يعني دي نتيجة طبيعية، أنا شايفها نتيجة طبيعية بما قدمه المغرب في السنوات الماضية من تخطيط على رأس الهرم الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، ومن خلفه السيد فوزي الأجزع وأكاديمية محمد السادس، كل المواهب الموجودة، كل الأبواب مفتوحة للاحتراف في الخارج. الرجراج استعان من المنتخب الأولمبي في الأمم الأفريقية، وكانت حاجة إيجابية أنه استعان ب6 لعيبة خدوا خبرات هيستفاد منهم، المنتخب الكبير هيستفاد، وإحنا على أبواب 2025. أما هي فضيحة للكرة المصرية، ودي نتيجة طبيعية، دي نتيجة طبيعية للفساد اللي احنا بنعيشه في مصر من المجاملات في الناشئين والتكوين، دي ابن وزير ودي ابن راجل أعمال، والاسم يتحط في التاريخ بتاعه انه كان بيلعب في الأهلي ولا في الزمالك، قضوا على المواهب اللي المفروض هي تاخد مكانها. الكرة دايما للفقراء، الناس اللي بتتعطش للكرة اللي بتلعبها في الشوارع، ولكن اللي هبطوا عليهم بالباراشوت في الكرة المصرية. الكرة المصرية في منحنى خطير جدا، ويجب أن تكون الهزيمة نبدأ في التصحيح، إنه لازم يكون هناك وقفة كبيرة للكرة المصرية، واللي موجودين على الساحة دي كلهم يعني يقعدوا في بيوتهم كفاية كده. وكمان يعني تخيلي إن البطولة المغربية منتهية من شهر، وإحنا لسه بنلعب في البطولة المصرية، ولسه باقي حوالي للأهلي حوالي 4 مباريات أو 5، والنهاردة ممكن يحسم البطولة لو تعادل مع سموحة. دي اسمه فساد، دي تهريج، إن أنت الوحيد اللي في العالم اللي لسه بتلعب. فدي لازم تكون في وقفة كبيرة للكرة المصرية، لو في عاوزين نغير المنظومة كلها. فأظن إن رئاسة الجمهورية هتتدخل في الأمر ده بتدخل مباشر في الكرة المصرية. ألف مبروك مرة تانية للمغرب، وكنت أتمنى إن المغرب كان ياخد الذهبية وكان يستحقها، ولكن ماتش أسبانيا يعني أنا مش يعني فرحان بالبرونزية، ولكن المغرب كان المفروض ياخد الذهبية، ولكن يعني دي كورة فيها توفيق وعدم توفيق، وهو مدرب في ماتش أسبانيا لم يحالفه الحظ والتوفيق في إدارة المباراة. ولكن اليوم يعني نسى الناس كلها ما فعلوه في أسبانيا، وهزيمة تقيلة وتاريخية إنك تهزم المنتخب الأولمبي المصري بسداسية، هي مش سهلة. حتى لو كان المنتخب المصري ما فيهوش بعض يعني اللاعبين اللي موجودين، يعني احنا ناقص زيزو خرج من اول بعد 10 دقايق، ودي خطأ مدرب ان هو لاعب مصاب. بخلاف كده عندك هم 18 لعيب، منهم واحد مطرود اللي هو قلب الدفاع، والباك اليمين برضه مصاب، ولكن كل ده ملهاش اي تبرير ان هي هزيمة وفضيحة للكرة المصرية. المغرب يستحق الفوز بجدارة، وانا قلتها في كذا منصة ان المغرب هو المرشح الاول للفوز يعني. فالف مبروك، ودايما للكرة المغربية في تقدم ورخاء وازدهار، ومن من جد يجد، يعني من كل مجتهد له نصيب، والمغرب على السنوات
العشر الماضية بدأ يستعين بخبراته اللي احترفت في الخارج زي الرجراجي وعموتة وخلاف المدربين الكبار، والآن برضو جمال السلامي. كل ده نتيجة تخطيط ورؤية مستقبلية وحاجة كبيرة إن المغرب تكون شرفتنا في كأس العالم، والنهاردة بتشرفنا في الأولمبيات. إن شاء الله دايما المغرب في سعادة ورخاء، والله يحفظ ملك البلاد والشعب العظيم. تحياتي لكل مغربي، وألف ألف مبروك، ودايما وديما مغرب دايما.